إذا كان مساحة مستطيل تساوي محيطه عدديا، نعم مساحة المستطيل يا جماعة، المساحة بتساوي كام؟ هنا يا جماعة هجرب الحلول، هجرب الحلول. مساحة يعني إيه مساحة؟ طول ضرب عرض، مثلا الأولى 6 يا جماعة، 6 عبارة عن كام في كام؟ 2 في 3، لو دي 2 يا جماعة دي 2 برضه، ودي 3 ودي 3 يا جماعة برضه. المحيط بيساوي مجموعهم كلهم، هل مجموعهم يساوي 6؟ لا ده أكبر من 6 بكتير. إذا الخطأ يا جماعة، لو قلنا مثلا هنا 1 وهنا 6 نفس الكلام بالظبط، برضه المحيط هيبقى أكبر. طب التسعة عبارة عن 3 في 3، 3 في 3 يا جماعة ده برضه يبقى كله تلاتات، مجموع كل التلاتات دول 2 12 أكبر من 9، مينفعش. طب نجرب يا جماعة نلاقي الـ12، الـ12 عبارة عن كام في كام؟ عبارة عن 3 في 4 مثلا، 3 في 4 دي كمان 3 وده 4. هل مجموعهم دول أكبر من 2 ولا يساوي 12 ولا أقل؟ أكبر من 12، 4 و4 8 و6 14 يا جماعة مينفعش برضه. نجرب آخر حاجة مين؟ الـ18 يا جماعة، عبارة عن 18 عبارة عن 2 في 9 أو 3 في 6. نجرب يا جماعة 3 في 6 نشوف كده مع بعض المحيط هيساوي إيه. 6 و6 12، وكمان دول يا جماعة 6 يدينا كام؟ 18. هو الإجابة الصح هي الـ18 بالتجريب.